تعتبر الطائرات الهليكوبتر من أقوى الأسلحة الحربية التي يستخدمها العديد من أفراد القوات المسلحة في مختلف الدول حول العالم، وهذا ما يجعل العديد من القوات العسكرية تحاول تطوير هذا النوع من المركبات، وذلك بسبب أنها تستطيع القيام بمختلف المهام بكل سهولة في حالات الحرب والدفاع. وبالفعل قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير الطائرة الهليكوبتر الخاصة بها لكي تكون قادرة على القيام بعمل أشياء فريدة من نوعها، ويقال أن تكلفة هذه الطائرة وصلت إلى 3 مليارات دولار. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم الكثير من التفاصيل حول هذه الطائرة الخارقة، ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. يعود استخدام الطائرات الهليكوبتر إلى الحرب العالمية الثانية، ويقال أن أول طائرة هليكوبتر تم تطويرها من قبل واحدة من الشركات الألمانية، وكان ذلك في عام 1935، وكانت تعرف هذه الطائرة باسم هينكل هي 49، كما أنها كانت تستخدم للتجسس، ويقال أنها كانت تطير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وبعد ذلك تم صناعة الكثير من الطائرات الأخرى المشابهة، وفي عام 1947 تم ابتكار الطائرة S-51، ويقال أنها واحدة من أولى الطائرات التي يمكن للناس شراؤها، كما أنها لها القدرة على الطيران لمدة 4 ساعات دون الحاجة إلى التزويد بالوقود، وكانت مغلقة من كل الجوانب، مما كان يجعلها مريحة وآمنة للركاب. وفي نفس العام تم صناعة طائرة أخرى بمحرك توربيني لها القدرة على الطيران بسرعة 160 كيلومتر في الساعة، وكانت تعتبر أفضل طائرة مدنية تم صنعها حول العالم، وزاد استخدامها حتى تم التوقف عن إنتاجها، وذلك لتجنب الأضرار الخطيرة من استخدامها من قبل المدنيين، حتى توقف إنتاجها في عام 1974. ولكن في تسعينيات القرن الماضي تم تطوير هذه الطائرات بدرجة كبيرة جدا، بحيث أصبحت قادرة على القيام بعمل أشياء مختلفة وحمل عدد كبير من الأشخاص يصل إلى 5 ركاب، وتوفير الكثير من التقنيات المتقدمة فيها. وعلى صعيد ذلك الطائرة AC-145 التي بعد ذلك تم استخدامها لحالات الطوارئ الطبية، كما يقال أنه كان يتم استخدامها في الكثير من المهمات العسكرية خلال حربي كوريا وفيتنام. ثم بعد ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصناعة طائرة AH-1 كوبرا، وهي طائرة هليكوبتر سريعة الحركة ومسلحة، كما أنها كانت مزودة بالكثير من الدروع والمقاعد القوية، وكان يوجد فيها قائد الطائرة وشخص يتحكم في السلاح لكي يؤدوا المهمة معا بكل سهولة. وكانت متطورة عن باقي الطائرات في أنها قادرة على حمل ضعف الذخيرة والوصول إلى الوجهة في نصف الوقت، بالإضافة إلى أن وزنها وحجمها الصغير كان يجعل من الصعب على الجنود على الأرض التصويب عليها. وقام الاتحاد السوفيتي بصناعة هذه الطائرة التي كانت هي عبارة عن طائرة حربية مقاتلة، والتي كانت تعرف باسم Mi-24، وتم تطويرها في عام 1967. ويقال أنه منذ السبعينيات وحتى الآن قامت القوات في الاتحاد السوفيتي بصناعة وتطوير أكثر من 2600 طائرة هليكوبتر لا تزال في الخدمة حتى الآن، كما يقال أنه تم تزويد هذه الطائرة بمدفع 30 ملي وبعض من الصواريخ المضادة للدبابات. وعلى الرغم من أن وزنها يصل إلى 8.5 طن، إلا أنها قادرة على القيام بعمل الكثير من المناورات بكل سهولة. وهذه الطائرة تعرف باسم ميلمي 8، وهي لها محركين مثبتين في الأعلى، ويقال أن لها قدرة كبيرة جدا على استغلال هذه المحركات في التحرك بسرعة كبيرة تصل إلى 332.64 كيلومتر في الساعة، وهذا الرقم القياسي تم تسجيله في عام 1975. ولكن في عام 1976 تم تحطيم الرقم القياسي إلى 336 كيلومتر في الساعة. وبعد ذلك قام الألمان
الألمان والفرنسيون بصناعة هذه الطائرة التي تعرف باسم A129، وتحتوي على الكثير من القنابل المضادة للدبابات. ولكن في عام 2007 تم تطوير هذه الدبابة، وتم إرسال وإنتاج 51 طائرة هليكوبتر معدلة باسم AW129 إلى الجيش التركي، وكانت تكلفة هذه الطائرة تبلغ 43 مليون دولار، وتم إضافة محركين من طراز رولز رويس، كما أنها تحتوي على الكثير من القنابل والمدافع والأسلحة التي تجعلها قادرة على القيام بعمل المناورات الحربية بكل سهولة والهجوم على الأهداف وتحقيق الانتصار. هذه الطائرة تعرف باسم WZ-10، وهي أول طائرة هليكوبتر هجومية صينية، وتمت صناعتها في عام 2011 في الصين، وتم إنتاج أكثر من 300 طائرة منها حتى الآن. وهي طائرة هجومية صغيرة ولديها مقصورتين، وتحتوي على مدفع 30 ملم وصواريخ مضادة للدبابات. ويقال أن تكلفة إنتاج وصناعة هذه الطائرة تصل إلى 17 مليون دولار، كما أنها تحتوي على الشاشات لكي يتم التصويب على الأهداف بكل سهولة ووضوح. وفي عام 2018 تم تطوير هذه الشاشات بحيث تكون أكبر حجماً وتكون ملونة لتسهيل التصويب، كما أن ثاني أقوى طائرة هليكوبتر هجومية تم تصنيعها في أوروبا الغربية هي النمر الألماني الفرنسي، حيث يقال أنه تم البدء في صناعتها في عام 1984، وتم إنتاج أكثر من 180 طائرة، وتم إنتاجها باستخدام الكثير من الأدوات التكنولوجية الحديثة والمواد المركبة وأجهزة الاستشعار الرقمية، كما أنها لديها مقصورة ذات مقعدين، ويقال أن هذه الطائرة مصممة من مواد قادرة على تحمل الصدمات والأسلحة الخطيرة التي تصوب تجاهها، ولها مهارة كبيرة جدا في التخفي وتعزيز قدراتها على التحمل في مختلف الظروف التي تتعرض لها في الحروب، وتحتوي على الكثير من المدافع القوية والصواريخ من نوع هوت، ويمكن إضافة الكثير من الصواريخ الأخرى. ويقال أن تكلفة إنتاج وصناعة هذه الطائرة تصل إلى 39 مليون دولار، ويمكنها الهجوم على الدبابات في مختلف الظروف والأوقات ليلاً ونهاراً. وهي مصممة أيضاً للحرب البيولوجية أو الكيميائية بعد الحروب النووية، كما أنها لديها مهارة كبيرة جداً في القيام بعمل الكثير من المناورات بهذا الشكل لتجنب الهجمات التي يتم تشكيلها عليها. وقد أكد الكثير من الخبراء على أن هذه الطائرة تعتبر واحدة من أقوى الطائرات التي يتم استخدامها والأسهل في عملية القيادة، وذلك بسبب الأسلوب الرائع في التخفي والتمويه من أمام الرادار المرئي والأشعة تحت الحمراء والإشارات الصوتية. ويقال أيضا أن جسد الطائرة قادر على حمل الأسلحة الصغيرة وإطلاق المدافع، وتحتوي على نظام رادار للتحذير بالليزر للكشف عن الصواريخ الخطيرة التي يتم إطلاقها ضد هذه الطائرة في محاولة للدفاع عنها قبل أن يصطدم الصاروخ فيها. كما يقال أنها مصنوعة من ألياف الكربون والكفلار والألمونيوم والتيتانيوم، ويؤكد استخدام مثل هذه المواد على أن هذه الطائرة الهليكوبتر الحربية فريدة من نوعها، وذلك ما يمكن هذه الطائرة من القيام بعمل الكثير من المناورات والمهام السهلة دون حتى مواجهة أي صعوبات في استخدامها أو حتى في محاولة تحقيق الانتصار باستخدامها. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء في الفيديو القادم.